جيل صناع النقش التقليدي للجبس توقف اليوم عند العقد الرابع، أي أنه جيل في طريقه للشيخوخة، والأسباب متعددة، منها انخفاض الطلب على الجبس نظرا لارتفاع ثمنها الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى 7 ملايين سنتيم. نتابع الريبورتاج التالي. كتجي من الخدام كتقول له واش تعلم وهذا وكدير له الثمن، هو كتجيبو أول مازال ما عرف حتى حاجة، هو كيقول لك شحال غدير ليا الثمن. كيخدم كيعيش، اللي خدام اللي كيخدم بمعقول كيعيش منها. المعيش باش نعطل، ولكن كيبان لك واحد الصنعة، واحد الكنز ديال البلاد كينقارض، راه الناس ماشي راه كنز كيمشي عندنا. المغاربة أبدعوا في تصميم الجبس أكثر من غيرهم، وأصبح لهم صيت عالمي، لكنهم اليوم يعيشون انتكاسة حقيقية على إيقاع مجموعة من المعيقات، منها هروب اليد العاملة نحو صناعة الجبس العصري، وهو ما تسبب في أزمة للجبس التقليدي الذي بدأ يفقد صانعيه تدريجيا حتى أصبحوا عملة صعبة تساوي 300 درهم في اليوم الواحد من العمل. هذا ما ساعد على انتشار السيليكون الذي يقتل هوية الصناعة التقليدية التي لطالما كانت مفخرة للمغرب. نتواجد بورش للجبس الذي يشتغل به عاملان فقط. إن جيل صناعة الجبس التقليدي هم اليوم في طريقهم للإنقراض، فمتوسط عمرهم اليوم يصل عند 45 سنة. هنا الواحد عامين ولا 5 سنين يقدر الحريفين ما تبقاش تلقاه، ديال النقش ما تبقاش تلقاه. الدراري دابا ما كيتعلموش. ويمكن لا جاتني الخدمة أنا بوحدي ولا ما نقدرش نخدم فيها بوحدي، حيت الدراري ما بقوش. هاد البلدية هذا خصو شي حل، فهمتي؟ خصو شي حل، شي تكوين، شي حل، شي فين يتعلموا الدراري، يشجعوهم. ما كاينش تشجيع دابا، ما كاينش، هذا هو المشكل اللي كاين. لكن كيبقى فينا حنا الحال، ماشي زعما كيبقى فينا الحال، ماشي كيبقى فينا الحال، ما حنا رزقنا عايشين، البلاد معيش باش نعطل، ولكن كيبان لك واحد الصنعه، واحد الكنز ديال البلاد كينقارض، راه الناس ماشي راه كنز كيمشي عندنا، بحال الكتابه دابا، الكتابات وداك الشيء ما بقاوش الناس مولاه اللي غادي يقطع لك كواغط، اللي غادي يدير، وحنا دابا دزنا، راه هي وما نخلوش في التاريخ حتى حاجه ديالنا. موضة الجبس العصري فرضت نفسها بقوة داخل السوق، وأصبحت تعتبر من الضروريات وليس الكماليات، كما هو الحال للجبس التقليدي. الجبس ولا من الضروريات، كتلقى في السكن الاقتصادي خصو يدير الجبس، السكن الاقتصادي خصو يدير الجبس، ماشي واحد الوقت اللي كان غير من الكماليات ولا من الضروريات، دونك راه هبط شوية في الثمن ديالو باش الناس كلش كيديرو. بحال جوانك خورا كتخدم ب 70 درهم للمتر لينير، فوق لافون كتخدم ب 90 درهم للمتر كاري. لي كورنيش على حساب واش الكورنيش صغيره كبيره، شفتين كيبداو من واحد 70 درهم 80 درهم وطالعين، ما عندهمش يعني على حساب لو موديل، على حساب لو موديل، على حساب واش كبيره، على حساب الحجم ديالها واش كبيره واش صغيره. هروب اليد العامله من تعلم صناعه الجبس البلدي راجع الى انها حرفه تحتاج لسنوات من التكوين حتى تصبح ذات مردود مادي لصاحبها. الناس اللي خصهم يتعلموا، الدراري المبتدئين ما بقاوش، والله دابا غالبا كتجي من الخدام كتقول له واش تعلم وهذا وكدير له الثمن، هو كتجيبو اول مازال ما عرف حتى حاجه، هو كيقول لك شحال غدير ليا الثمن، كيبدا يعرض يشترط عليك اشنو غدير ليا الثمن، كيشوف غير الماده، كيشوف راسو خصو يتعلم. هنا هادو هما الحوايج اللي كنعانيو منهم حنا تقريبا. الصبر، النفس الطويل، الخضوع، هي شروط الوصفة السحرية لتعلم هذه الحرفة. خدت 3 سنين ديال الصرا، عاد تعلمت، كلت عليها العصا. ما دابا الدري ما تبقاش تضربو، إلا درتي فيه يمشي بحال، اللي كيدور فيك معلم ولا شي حاجة خاصك كتفرح باش بأن تجي حداه باش 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 هو يسمح لك ماشي أنت تسمح ليه. دابا الدري كتنهض فيه كيقدر يمشي بحال، كتولي تطلب فيه تقول له أجي غير باش يعاونك. هو ما يتعلموش دابا الدري، ما تبقاوش الدري كيتعلم. المبتدئون والحرفيون بالجبس لهم أجرة يومية تختلف من معلم إلى آخر، كل حسب مهاراته. المهم لورمان مولات 2400 ريال دابا للصانع،
نتعلم 50 درهم. يو المعلم لك انت عارفيه انا 150 درهم. بحال هنا كانوا عندي في الاول شي 7 ديال الناس، 4 المعلمين و3 الخدام. واش راه كل واحد اللي معلم كاين المعلم ديال 120 درهم، كاين 150 درهم، الخدام كاين 60 70 درهم، 75 درهم. حجم المشروع وقيمته تحدد هي كذلك أجر العامل. مثلا هذا المجمع السكني المتواجد بمنطقة سيد رحال والذي اشتغل عليه 70 صانع في الجبس، كانت الأجور مرتفعة نوعا ما ويتم تحديدها بالمساحة. الطريفة ديالهم كله على حسب تقريبا ما بين 100 درهم، 150 درهم، 200 درهم، 300 درهم. داكشي اللي خدم، اللي خدم كثر كيصور كثر، فهمتيني، خدم قليل راه كيصور قليل. الا خدمتي مثلا كتقول لي عندك 8 السوايع في النهار ولا هذا، راه ما نقدرش نوجدو. غير الا بغيتي توجدو غادي خصك بنادم كثر. الا كنتي غادي تخدم 70 واحد خصك واحد 140 واحد. ويبقى السؤال هو هل هذه الحرفه تحقق الاكتفاء الذاتي لاصحابها في ظل الاجور الموجوده حاليا بهذه الصناعه؟ اللي كيخدم كيعيش، اللي خدام اللي كيخدم بمعقول كيعيش منها، واللي صنايعي يعيش منها. ماشي تقول لان كيصور دابا تقريبا عندنا المعلم اللي كيصور في السيمانه راه كيطيح 1000 درهم في السيمانه، 1000 درهم 700 درهم 800 درهم اضعف الايمان راه كيدخل 700 درهم. كاينش المعلم اقل من هذا الشيء الا الله اللي ولا شوي شوي تقريبا قريب متعلم. راه دابا المتعلم عندنا راه كيدخل تقريبا واحد 450 درهم في السيمانه. لكن المعلم عبد العزيز يرى العكس. اكثريه الحريفيه دابا مساكن ما عندهمش فين يسكن، ما عندوش فين يسكن، تاري وما عندوش باش يخلص السكره. الكل اتجه نحو استعمال الجبس العصري على حساب الجبس التقليدي. التصاميم اللي ولات مطلوبه اكثر كتكون ما كتكونش تخوصارجي، ما كتكونش مصارجيه بزاف، سامبل بحال مثلا الفوق لافون افيك بجوان كرو لي بلاج لي كورنيش صغيرين، داكشي ما كيكونش داكشي تخوصارجي. هنا بالمسرح البلدي للجديده الذي خضع للاصلاح الكامل وضعت به تصاميم للجبس العصري، استغرقت 3 أشهر وبيد عاملة لا تتعدى 5 عمال بأجر 250 درهما إلى 300 درهم للمعلم، واحتاج 50,000 درهم من المادة الخام. ارتفاع ثمن التقليدي الذي يبدأ من 150 درهما إلى 1700 درهم للمتر مربع عامل ساعد على ارتفاع الطلب على العصري. كاين القبات اللي كيديروا حتى 10,000 درهم. كاين القبة اللي كبيرة مثلا فيها 10 على 10 كدير حتى 6 ملايين 7 ملايين. ولكن دابا خاصك اللي غيخدم، ماشي نهضروا في التابع. خاصك اللي غيخدم، الخدمة ما بقاوش الدراري اللي كيتعلموا. معلمين دابا بقاو الكبار. كتجيبو كتساعد معاه باش يخدم معاك شوية باش بحسب كليان، ما يكونش كليان ما تخدمش ليها، كتجيك هاد الخدمه تقدر ترفضها ما تبغيهاش، حيت ما كاينش اللي يخدم معاك، يقدر من الدار يتقلق عليك، دوز على الدور 10 15 شهر يولي تكتي صاحبه تولي عدو، فهمت؟ من ناحيه الدراري ما كاينش هذا الشيء علاش. لكن هل انخفاض الطلب على الجبس راجع الى ارتفاع ثمنه ام ان زمن السرعه فرض نفسه على هذه الحرفه؟ ماشي مشكل الغلاء، المشكل العقلية بنادم تغيرت، فهمتيني، كيكون خاصك تدخل للخدمة خاص تربي عليه، الاخر كيشد اليد، لان خاصو يتطراح، خاصو يتنقاش، خاص 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 خاص. اللي كليو دابا كيقول لك باغي يزرب، ما باغيش يتعطل، اما اللي باغي شي حاجة مزيانة راه كيتعطل. لا كلشي غالبا الكليان كيبغيو هادشي عصري، كيجيهم مسربي دغيا وكيجيهم سامبل، ما بقاش كيبغيو داكشي الزواق، الارتيزانال، لا هذا ما داكشي قليل اللي كيبغي. رخيص في ثمنه، سريع في إنجازه، شرطان يضعهما كل زبون على الصانع الذي وجد نفسه مجبرا على استعمال السيليكون. وهذا الشيء ديال السيليكون تا هو تخرج، تا هو خرج على الصنعة، ما خلاش الصنعة في غادي في الاتجاه ديالها، وكتربي تا
تراب تبقى الصنعانيد غادي في الطريق ديالها الاتجاه الصحيح ديالها ولا بحال استنساخ دير بحال كوبي فولي خدام كتنحت المول كيتنحت المول كتبدا تعمر عليه كتخدم كتبقى شي حاجه كتنحت اللي كتطرح شي بلاصه وتنقش شي بلاصه كاينه انا ما كنحملوش انا ما كنبغيش واخا كنديرو ما كنبغيش. هناك عائق اخر يواجه الصانع هو ان اسعار الجبس الماده الخام تتزايد من فتره لاخرى. بالنسبه لي بخي دابا ولينا حنا كنخدموا لا ماتير كتاخذ لا ماتير الثمن اللي كيعطي اللي كيطلبوا منك لي فورنيسور ولكن الثمن ديالنا باش كنخدموا حنا ما نقدروش كنقدروش نزيدو حيت الناس اللي كليون كتخدم لي هذا العام بواحد لو بري ما يقدرش تقول لي يعاود يعيط لي تقول لي راه السلعه زادت ولا شي حاجه كيقول لا انا الثمن هو اللي كاين كتضطر تخدم بالثمن ديالك ما تقدرش تزيد نتا الكليون الثمن معروف كيقول لك الا ما بغيتيش تخدم نتا كاين واحد اخر غادي يخدم. ارتفاع الثمن حسب حسن يعود للاسباب التاليه. تقريبا ولا دابا القبش عندنا كيدير تقريبا كان القبش كيدير 22 درهم 23 درهم غادي وكيتجدد دابا ولا واصل 34 درهم كاين بحال الاحتكار تقريبا عندنا جوج شركات هما اللي كيديروا القبش فهمتيني كاين شي ممكن عندك كاين جوج شركات هما اللي كيديروا القبش ملي غادي تكون تقريبا مثلا واحد ثلاث شركات ولا اربعه شركات غادي يكون ديك الساعه غادي يكون منافسه. سمعة الصانع في الجبس هي جوهر هذه الحرفة لكنها أصبحت مهددة مع ظهور متطفلين يدعون المهارة والأقدمية. كاينين الناس اللي ما عندهمش ماشي صنايعية في الحرفة كيجيو كياخذوا واحدين اخرين ما عندهمش علاقتهم يلا مبتدئين كيخسروا السمعة ديال الحرفة هي الحرفة كتبغي المعلم ديالها اللي هو صنايعي وعنده القيمة ديالو ويحافظ على القيمة ديالو مع الكليان هو اللي كياخذ الخدمه ديالو مثلا السلعه ديال 35 درهم كيقدر يخدمها 25 ولا ديال 20 ولا ديال 15 يقدر يخلطها مع ديال عوض يخدم ب 10 ديال 35 او 40 درهم يقدر يدير 5 ديال 15 درهم مع ديال ومع 5 ديال 40 درهم تقريبا كيتشقل الراس كيولي يتفرقع كيولي يقدر يبدا يطيح بوحدو يقدر كيكون صحيح. طرق الغش في الجبس تتعدد والضحية ليس الزبون فقط إنما حتى الصناع الغيورين على حرفتهم. واحد يغش في البيسور ديال القبص كيكون حتى الغش في البيسور ديال القبص كتلقى البيسور ديال البلاكة رقيقة كتلقى القبص رقيق رقيق ما كتكونش عندها تقريبا ديك 16 ميليم ولا 20 ميليم. الصناع اليوم يتدمرون من كثرة الصناع الغير حرفيين لأنها تقلل من شأنهم كمتمرسين بالحرفة. دابا القبص بقى كيسوى حتى حاجة فيه. بقى كيسوى القباص بحال المهم كاين شي استهزاء كاين شي حاجة القباص راه مكتفو. ولكن الناس اللي تيق في راسو وعارف راسو صناعي معلمين عارف راسو راه شي حاجة. لكن هناك حرفيون هدفهم هو الحفاظ على ماء وجههم وربحهم هو سمعتهم بالسوق. رغم انها تكلفهم كثيرا لانك انت صنايعي ولو تشد بثمن مثلا ما يسلككش راه ينفو كدوز معاه الكلمه ما يقدرش دير شي خدمه هي هذيك واش فهمتيني ولا لانك كتشوف في صناعتك كتشوف وجهك واش فهمتيني ولا واخا الثمن ما يسلككش بعد خاطر كتلقى الثمن ما يسلككش ولكن كتخدم حاجه مزيانه ما يمكنش تقول لا راه هذه شديتها بثمن ناقص ندير خدمه ناقصه هذيك ابدا لانك تشوف انت في السمعه ديالك كتشوف في الصناعه ديالك كتشوف شي داك الثمن يوم فوق التمام على الإنسان داك التمام كتحطو اللور كتشوف صناعتك. أمل الصانع المغربي هو أن تخضع هذه الحرفة لنوع من التأطير والتنظيم حتى لا تفقد هويتها المغربية. مستقبلا تكون منظمة. هذا هو اللي مهم في الحرفة تكون منظمة ويكون مثلا يكونوا سواء الشركات سواء تكون محمية. فهمتيني ماشي تخدم مع الانسان صافي يقدر تخدم معاه حتى الاخر ياكل لك ويعوض راسك واخا تدعيه كاع تبقى تزيد الفلوس تزيد المصاريف تزيد ما تصور والو الحق ديالك مثلا الا كانت تهضر عليه تاخذه فهمتيني ماشي غير قانون صافي قانون تلاقيتي مع واحد خدمتي ليه ما خلصكش صافي زيد حالتك عوض راسك يبقى يدي فيك ويجيب صافي كتشوف حتى كتعياك تزيد حالتك. الجبس التقليدي وصانعه سيصبحون يوما ما في خبر كان اذا لم تلتفت الجهات المعنيه
لكي تنقذ كنزا بصم المغرب منذ القدم، حتى بات تراثا يحدد معالم الهوية المغربية أمام العالم.